السلام عليكم، مرحبا بكم في منزلي الصغير. على الاقل استطعنا بناء هذا الكراج في المقطع السابق. انا سعيد جدا بهذا الكراج برغم من انه صغير، لكن سيستطيع ادخال سياراتنا بلا اي مشاكل، وسنحمي سياراتنا من العوامل الجويه. نحتاج الان 400 بريك لكي نستطيع عمل ابجريد للمنزل، ومنزلنا الصغير سيصبح منزلا كبيرا. من بين التحديات التي يمكن فعلها وسنحصل فيها على بريكس هو هذا التحدي، لكن علي الوصول ل 140 ميل بر اور لكي استطيع انهائه، وهذا ما ساحاول فعله الآن. عندنا سيارة سريعة، تحدي طلب من الوصول ل 140 ميل بر اور، لما لا نفعلها الآن؟ هيا 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 هيا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اكسيريشن ليتس جو. وصلت لها على ما اعتقد، اكثر من 140 ميل بر اور. السر هو عدم تخفيض السرعة كثيرا في تلك الدورة. وصلنا ل 153 ميل بر اور وليس فقط 140 ميل بر اور. دمرنا ذلك التحدي نهائيا. لا يوجد فرق كبير في سباقات الكروس كونتري، لان اغلب الطرق هنا في عالم الليجو هي طرق تصلح لاغلب السيارات، ولا استبعد انني ساختار نفس هذه السيارة وهي سيارة الفيراري اف 40. بداية السباق، ادعوا معي بالتوفيق. هذا هو اول سباق من هذا المقطع، علينا الفوز به كالعادة لكي نستطيع عمل ابجريس للمنزل ونبني تلك ميني فيلا. المركز الاول فان فولدرايزر، في المركز الثاني هناك قفزه، لكن هذه القفزات عليكم تخفيض السرعه. ساقول لكم لماذا خفضت السرعه في هذه الاثناء. ببساطه لان تلك القفزات ستعطيكم بوس اذا اسرعتم كثيرا، وبما انني شاهدت ان هناك دوره في الخريطه فانكم لن تستطيعوا دورانها بالطريقه التي تريدون. ارادت اللعبه خداعنا لكنها لم تستطع خداعي، شيء رائع. المهم في القفزات هنا علينا تخفيض السرعه، ولا تنسوا ان سيارتي سريعة جدا. خفضت السرعة رغما عن انفي في تلك الاثناء. جميل 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 جميل. فقدت السيطرة عليها نهائيا. لماذا ايجو السيارة فعلت في هذه الامور؟ الان عدت للمركز التاسع، فولدرايزر اصبحت في المركز السادس. مكابح اكسيريشن. يا سلام يا سلام يا سلام. ها انا دا جاي عند فولدرايزر، صاحب المركز الاول ذهب نهائيا. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. منافسة قوية جدا شرسة. علينا الذهاب عند صاحب المركز الأول. أنا جاي جاي عندك، لن تهرب لأي مكان يا أيها المغفل. خرجنا مرة أخرى للطريق الصعبة. يا سلام، قفزة عالمية. علينا الدوران على اليسار. هذه السيارة فإنها تنزلق عشوائيا فقط للمناطق التي لا أريد منها أن تذهب لها. لازلت لم أستسلم بعد. 60% من السباق. أكسيريشن يا حبيبي. هناك قفزة مرة أخرى. جميل، حصلت قليلا فقط على الأكسيريشن وليس كثيرا. كان دور هذه الدورة جيدا. ممتاز، وصلت للمتنافسين. تعال يا صاحب المركز الأول، علينا المنافسة ضد صاحب المركز الأول. إذا بقينا هكذا لن نفوز نهائيا بهذه الشامبيونشيب. الآن لحظة الإسراع. فولدرايزر، لماذا ضربتني؟ أنا كذلك ضربتها. ليس باليدي حيلة يا فولدرايزر. أنا متأسف لكن كان علي ضربك بتلك الطريقة. وصلنا للنهاية تقريبا. مشكل. صاحب المركز الأول أرجوك انتظرني. رفيس واو، أنا جاي 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 جاي. من أجلك يا فولدرايزر سأفعلها وسأفوز بهذا السباق. رفيس واو، ابتعدي أيها رفيس واو. لا، دخلت في المركز الثالث. سباق رائع صراحة، أعجبني. حصلت على 20 بريك. كيف هذا؟ كيف التشالنج كومبليت؟ لست مؤمنا بأن التشالنج كومبليت. تحدي لم ننهيه بعد، لازلت لم ادخل في المركز الاول. حصلت على سكيل بوينتس. نسيت نقاط سكيل. واو، سافتح جميع نقاط سكيل في هذه السياره، وهذا سيعطينا بوست. فتحت اغلب سكيلز التي نحتاجها، لم افتح فقط الويل سبينز لانني لا اريد تدوير اي ويل سبينز. مؤخرا لم ادور اي ويل سبين ببساطه لان عندي اموالا هائله. لمن نقوم بهذه القفزه كذلك؟ جميل، القفزه لا باس بها. سأعيد نفس هذا السباق، أعدكم أنني سأفوز به في هذه المرة. ألقاكم في نهاية السباق. فان ذهب نهائي. لم يمر فان المسكين في تشيك بوينت. نلتقي لاحقا يا صديقي فان. هنا أعتقد لا يهم إذا أسرعت شيئا ما. نعم، في هذه لا يهم إذا أسرعتم شيئا ما، فقط يجب عليكم التأكد من السرعة لكي لا تقوموا بالأخطاء وتدخلوا داخل من تشيك بوينت. هذا السباق هو عبارة عن خداع فقط، إذا اكتشفتم تلك الخداع ستفوزون فيه دائما وأبدا. المنافسة تقريبا لم تكن في المرة الثانية عندما أعدت هذا السباق، لأننا عرفنا الخداع، عرفنا كل شيء، تقدمت على المتنافسين وبهذا سنكون قد فزنا. أعدته فقط لكي نحصل على تلك البريكس، لأن من المهم الحصول على البريكس والفرق ما بيني وبين المركز الثاني.
5 ثواني. 40 بريك إذا فزتم بذلك السباق، عدد البريكس لا يستهان به. ونحو سباق الديرت القريب نتجه، اسمه لايت هاوس سكرامبل. نفس الشيء، سأختار سيارات ليجو حتى نصنع سيارات ليجو أخرى، وبعدها سأختار السيارة الأخرى. لحد الآن هذه هي السيارة الوحيدة الموجودة عندنا من نوعية الليجو بطبيعة الحال. بداية السباق، سباق ديرت. السيارات التي ستشتغل جيدا في هذا السباق هي سيارة مثل السيارة التي عند ريتشي، كذلك سيارة الروفيس وون تشتغل بشكل رهيب جدا في مثل هذه السباقات. إذا دخلنا للطريق السريع سأدمره، أما إذا بقينا هنا فإن سيارته أفضل بكثير من سيارتي. برغم من هذا سأحاول التقدم عليه. سباق عبارة عن سباق دورات، هذه هي الدورة الأولى، 1-3. أكسيريشن في هذه الأثناء، لم تنخفض سرعتي كثيرا. هذا السباق تذكرته قمنا به وشاركت بسيارة الفيراري FXX، يعني أول مرة سأشارك بهذه السيارة، سيارة الليجو. أصلا دمرت المتنافسين باستعمال سيارة الفيراري FXX عندما شاركت فيه، ونفس الشيء سأفعله الآن باستعمال سيارة الفيراري ليجو F40. ومبروك الفوز، لم تكن هناك أي منافسة، سأصارحكم لا توجد منافسة نهائيا. بعدما تقدمت على صاحب المركز الأول لم يستطع أي أحد الوصول لي، الدليل هو الفرق ما بيني وما بين المركز الثاني أكثر من 10 ثواني. بعد هذا الفوز حصلنا على 20 بريك فقط. هل سأحصل على بريك أخرى؟ نعم، بالإضافة كذلك للتحدي، بما أننا فعلناه حصلت على 40 بريك أخرى. تحدي خطير بالنسبة لهذا السباق الخاص بالديرت. لن نحصل على بريكس إذا شاركنا فيه، لهذا السبب لن نقوم به، سنضيع فقط وقتنا. لما لا نفعل هذا وفي نفس الوقت سنكتشفه؟ فتحناه، وهو سباق كروس كاونتي اسمه البريكستر تور كروس كاونتي. بداية السباق، هذا هو السباق الثالث والأخير من هذا المقطع. هل هذا السباق كذلك هو عبارة عن خدع؟ لأن سباق كروس كاونتي السباق الأخير كانت فيه الكثير والكثير من الخدع. لا، الطريق مسرح الآن، لهذا السبب لم أخفض سرعتي. جميل، يا سلام، هربت عليه من نهائيا. صراحة من الذكي عدم تخفيض السرعة في هذا السباق. فقط ركزوا على الخريطة وستعرفون هل عليكم تخفيض السرعة أم لا. بما أنني شاهدت أن الطريق طويل لم أخفض السرعة، لكن هنا عليكم تخفيضها شيئا ما لكي تدور الدورات بهذه الطريقة. دور على اليمين وسنخرج للكاونتي، وبعدها ندخل وسط من المدينة، ومرة أخرى نخرج للكاونتي. وسط من المدينة سأدمر المتنافسين نهائيا، لا يجب علي الإسراع هنا. يا سلام، ضغطت على المكابح في آخر لحظة، لأن سيارتي تنزلق كثيرا في هذه المناطق الوعرة. هيا طرناها. جميل، لازلت متقدما على جميع المتنافسين. السباق لازال طويل، مر ما يقارب 45% منها فقط. يا سلام، تقدمت المكابح. سنسوق وسط من النار. لن أسوق وسط من النار لأن النار سيخفض سرعتي كثيرا، بس أسوق في الجانب. نعم، لا قمت بغلط. هيا عد هنا يلزمون على ما أعتقد السياقة وسط من النار، برغم من أن سرعتنا ستنخفض، على الأقل لن نفقد السيطرة عليها. جيد، هل هربت؟ لازلت متقدما لحد الآن. حصلت على البوست، نركز فقط في الطريق. سلام. هي إيتوا السيارة، أنا أثق فيك، لهذا السبب اخترتك. أرجوك عودي. سلام، ها هي تشيك بوينت، دخلت لها. نظروا على اليسار، واو، تشيك بوينت مخادعة كثيرا في هذا السباق. في بعض الأحيان لا يمكنكم رؤيتها نهائيا. هيا، أحسن شيء، حصلنا على البوست. على اليمين شيئا ما، يا سلام، بالقرب من الشاطئ نسير. يس، وصلنا الآن لهذه الطريق جيدة، لكننا خرجنا الكروس كاونتي بسرعة كبيرة جدا. لازلت أنا هو المتقدم، لازلت أنا هو المسيطر على السباق. تعلموا مني، ها معكم ياسين ذا تيتشر، سيعلمكم طريقة السياقة والمنافسة في لعبات فورزا هورايزون 4. دورات من عالمية فعلناها. أين المتنافسون؟ قولوا لي، هل تستطيعون رؤيتهم في الخريطة؟ بطبيعة الحال لا يمكنكم رؤيتهم، ببساطة لأنني دمرتهم وهربت عليهم. في هذه الأثناء لم أستطع التحكم في سيارتي جيدا، انزلقت كثيرا في الكروس كاونتي. لا، سقطت. يا أيتها السيارة المغفلة، لماذا سقطت بتلك الطريقة في آخر السباق؟ الآن سيدمرونني. لكن تأخروا كثيرا في تدميري لأنني أنهيت السباق.